السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كاتي ايدل. اليوم غندير معكم طاجين ديال ليشو بروكسيل باللحم، كيجي بنين وغزال، واللي داقوا عندي كيعجبو. ان شاء الله تنتوما تجربوه وتكتبوا لي في التعاليق، تردوا عليا في التعاليق، هكا تكونوا كتشجعوني. كنحتاجوا اللحم نص كيلو او ربع حسب المستطاع، كيلو ديال ليشو بروكسيل قسوم على النص، قزبر ومعدنوس، معلقه ديال مطيشه د الحك، بصله مشلضه، زيت نص كاس، ثلاثه فصوص ديال الثوم مطحونين، الملح، ضمات زعفران، سكينجبير معلقه صغيره، نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال الخرقوم عرق. في الطاجين ديالنا اللي دايرينو على البوطه على عافيه مهيله نكبوا الزيت، ديروا عليه اللحم يتقلى، غنديروا عليه البصله ديالنا، القامه اللي درنا، الثومه، الملح، ضامه الزعفران نفركوها، الخرقوم عرق والبزار، ونخلطو. انا كنخلط بيدي، تقولوا انا بلديه كنخلط بيدي، طبعا اللي تكون مغسوله انا دايره حتى الليغون باش كتدخلي لي القامه مزيان، خاصو يتشرب ديك القامه مزيان. غنغطيو على الطاجين ديالنا، قبل ما نغطيو خاصنا نديرو داك النص ديال داك الربيع، قزبر ومعدنوس النص. غنغطيو الطاجين ديالنا ونخليه يتقلى مزيان. بعد ما تقلى عندنا اللحم غادي نقلبو على الجهه الاخرى، نقلبو اللحم على الجهه الاخرى باش يتشرب ديك القامه مزيان. نقلبو بطريف طريف، غادي نرويو، نديرو الماء اللي غادي يطيب لينا اللحيمات. انا كنطيب ما شاء الله وريحتو طالعه غزاله، تقريبا كاس ديال الماء. وكما كتعرفوا الطاجين راه كيبقى مقابله، كتشوفوا شرب شويه كتزيدوا الماء على حساب تيطيبوا لكم اللحيمات. مطيشه كنديروا داك المعلقه ديال مطيشه د الحك وكنحركوا، نحاولوا ندخلوها في المرقه. غنغطيو على الطاجين ديالنا، بعد ما داز تقريبا نص ساعه لانه اللحيمات فتيين، طابت المريقه، طابوا اللحيمات. غادي دابا نستفو لي شو،
ملي كنكملو تستاف كنديرو فليفله حاره و طوماط سيريز كنزوقو بها. كناخذو داك الربيع اللي بقى لينا كنديروه من الفوق. نغطيو الطاجين ديالنا ثاني ونخليوه كيطيب. دابا الطاجين ديالنا وجد طاب. هذا هو المنظر النهائي ديالو والمذاق راه لي شو بروكسل كيولي زبده والمذاق ديالو كيجي رائع. اتمنى تجربوه وتردوا عليا وما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك وتضغطوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وشكرا.